علم قوة أو مبادرة محو الأمية لفودافون. عقدت اليوم مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع وجمعية صناع الحياة ومنظمة الأمم المتحدة اليونسكو والهيئة العامة لتعليم الكبار مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مبادرة محو أمية 17 مليون مواطن مصري خلال 5 سنوات. أحب أذكر هنا أن مصر فازت بالجائزة الدولية لمحو الأمية من اليونسكو مرتين، مرة سنة 98 ومرة سنة 2010. ورغم ذلك مصر تنتمي إلى مجموعة دول بنسميها الإي 9، وهي 9 دول في العالم اللي فيهم أعلى نسبة أمية، وبالتالي من الضروري جدا إن احنا نتحرك خصوصا في بعد الثورة الأخيرة في المصارعة بتقليل هذه النسبة العالية جدا. فكرنا الحقيقة مع الثورة بتاعت 25 يناير إزاي إن احنا نعمل مساهمة تكون كبيرة على المدى الطويل، ولقينا ان من المشاكل الكبيره بتواجه مصر طبعا الاميه، ودي يعني يمكن متفق عليها جميع الناس اللي بتقول عاوزين مصر تبقى ايه في المستقبل. كل الناس بتقول عاوزين مصر ما فيهاش اميه. سنكون قد حققنا كل هذه الامور في وقت واحد. حضر المؤتمر السيد الدكتور احمد جمال الدين وزير التربيه والتعليم للتاكيد على دعم الوزاره والحكومه المصريه لهذا المشروع الهام. نساعد في تصميم البرامج، سنساعد في تهيئة الأماكن التي تجعل من السهل لهذه المبادرة أن تنشأ، ونحن نستفيد، وسيكون هناك حوار متبادل باستمرار مع المبادرين في هذا المجال. أول أداة هتعطيها للفقير. كما شهد المؤتمر حضور الدكتور عمرو خالد كمؤسس لصناع الحياة للتأكيد على أهمية دور المجتمع المدني لإنجاح هذا المشروع. أنا بتحرك مع الشباب ومع صناع الحياة، معانا 30,000 متطوع، نريد أن يصلوا إلى 60,000 متطوع. هنبدأ من السنة دي، لن يهدأ لنا بال لغاية منزيل الأمية عن بلدنا. أنا أشعر أن 17 مليون أمي في مصر وصمة عار. نحو الأمية له مزايا كبيرة. وخلال المؤتمر تم إطلاق دعوة إلى كل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من أصحاب الخبرة في هذا المجال للانضمام إلى هذه المبادرة، كما تم مد فترة تقديم طلبات المساهمة في المبادرة إلى 20 مارس الجاري. أول سنة هنبتدي نحط البرامج باستفادة بهذه الخبرات السابقة، وبعد كده في السنة الأولانية هيكون في تجارب لنشوف أن هي أنجح وأني أسلوب أنجح وإزاي نحفز الناس لحضور الفصول، وبعد كده هنقيم هذه التجربة، وفي السنة اللي بعديها نقدر نحسن الأداء بتاعنا كمان. مشروع محو 117 مليون شخص مصري هي خطوة هامة جدا بتقوم بها المؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدني والحكومة المصرية للنهوض بهذا المجتمع. محو الأمية مش مجرد هو تعلم القراءة والكتابة، محو الأمية هي التطوير لفكر وتنمية مجتمع بنتمناه بعد الثورة العظيمة.